اليوم نهار الثاني كانوا كل العيالات باش غنقول لكم لا قلت لكم ديك الشيء كيلعبوا الحج صراحه الراود هادشي غادي نهار الثاني اليوم كاين العيالات عاوتاني ايوا حنا ناشطين وفرحانين جدا لا لا فرحان والعقبه اللطيفه تمشي عند ريحه الثاني ان شاء الله عزيزه ان شاء الله شو صغيرتك كما كتشوفوا حنا كناكلوا حرير حرير قشران هادو اللي كيتسخروا دابا اللي تياكلوا غسلوا المعن وغسلوا ياكلوا ياك لطيفه ها اللي ما عمره ذاق حرير كان مصحو باش يذوق حرير باش يذوق حرير ديال المازيغن حرير قشران او القشر رطي بس انا ونقشر لطيفة السير ايوا المهم دابا كناكلو حرير كناكلو كيحكور شي رز مي الما سقطها عندي من رز اليوم خلاص دابا ناكلو حرير تنشوف واش غيحطو لنا شي دجاج ولا غيحطو لنا غير العظام ويني ما كاين ما احسن من العظام المشاهدين نبقاو معنا تناكلو الدجاج
انتم تعقول احنا كناكلوا دابا الحلابي معليش اول الزبان نخلق الله قالت لك عيشه راه عيشه بلا شغل ها هي قالت تسمعني دابا تسمعني في اليوتيوب قلت لها دير البوست ديالك ما نجيبهاش ها هي ما عندي ما ندير فيها ها هي كبيره اش غندير فيها الله يعطيك الصحة يا الطيبة ديالنا إوا تقيم نيو بان مكنزة أحمد ينزغط في إن شاء الله إن شاء ربي تيمزر المشاهدين وعرفتو سنان نقرو هنا دار شهر شهر كاينة عزيزة شهر عزيزة فوزية ماجيكا التقاليد ديالنا وكي كندوزو المناسبات ديالنا وكي كندوزو النهار ديالنا وكي كندوزو النهار ديالنا اش كيكونوا عندنا المناسبات ايوا هذا هو الفيديو ديال هذا النهار
أكبر. الله يدوز غدا بخير وعلى خير المشاهدين. المهم دابا غير يتزيفوا هاد المعد هادو ويرجعوا لبلاصتهم وصافي. دابا كل واحد غادي يمشي ونمشيو لديورنا، نمشيو لديورنا ان شاء الله تنفطر في الصباح عاوتاني ونجيو نوجدو داكشي اللي خاص. الله، السلام عليكم.